أصبحت مؤتمرات الشباب متنفسا يعبر فيه الشباب عن آمالهم وتطلعاتهم بكل حرية. فخلال مؤتمر الشباب بوسوان عام 2017 استمع الرئيس السيسي لشكوى أحد الشباب بخصوص أزمة مصنع كيما أسوان، ليفاجئه الرئيس بعدها باصطحابه في جولة لأرض الواقع لمعاينة الوضع ويصدر قراره بعدها بتطوير محطات معالجة الصرف الصحي بكيما أسوان. الدولة بتحارب وتواجه فيروس سي، ووزير الصحة تفضل افتتح أماكن غسيل كلوي جديدة لارتفاع النسبة في مناطق أبو الريش والمناطق دي كلها، وإحنا نبقى صرف كيما كله في المية اللي بنشربها. وقف الشاب علاء مصطفى وقال شكواه مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الذي عقد بمحافظة أسوان عام 2017، وذلك عن صرف مصنع كيما في نهر النيل والذي أدى إلى تلوث المياه وانبعاث رائحة كريهة طالما تأذى منها أهالي أسوان على مدى سنوات دون حل جذري من المسؤولين. الحمد لله توجهت طبعا بالشكوى عن مصرف كيما لسيد المحافظ، فكان الرد المبهر من سيادة الرئيس اللي فاجئنا شخصيا بأن احنا نروح محطات كيما نشوف المعالجة نفسها اللي بتعمل الوضع على أرض الواقع. تحب كلنا نطلع نشوف ده مع بعض؟ نروح. ليفاجئه الرئيس السيسي بعدها باصطحاب واقع ومعاينة الوضع ليصدر قراره بعدها بتطوير محطات معالجة الصرف الصحي بكيما أسوان. إن احنا نعمل معالجة ثلاثية للمية بتاعتنا، مية الصرف، ده قرار استراتيجي خدناه على مستوى الدولة. يعني احنا كنا قبل كده ممكن الناس ترمي كانت الميه بتاعت اللي بتخرج اللي اتعملت لها معالجه ومعالجه ثنائيه يعني تبقى غير صالحه لحاجات كتير وتهدر. احنا قلنا لا، الميه دي ده رزق والميه دي ثروه، فاحنا لازم نستخدمها مره واثنين وثلاثه بس بمعايير ايه؟ بمعايير عالميه ودوليه، مش اي كلام. وبعد التوجيهات الفورية لرئيس الجمهورية لم ينقض عام 2017 إلا ومحطة معالجة الصرف الصحي كيما 1 و2 كانت قد دخلتا في الخدمة بعد تنفيذ مشروع إحلال وتجديد أدى إلى رفع طاقة المحطتين إلى 75,000 متر مكعب يوميا لاستيعاب الصرف الزائد. ده الوفاء بوعد الرئيس، محطات المعالجة الثلاثية. تمام، أنا توعدت أن المحطات دي هتشتغل وهتتعمل وهتنزل يتعمل لها معالجة ثلاثية، وفعلا تم التواصل معي مكتب السيد رئيس الوزراء في شهر 11/2017 وتم افتتاح المحطات دي تشغيل المعالجة الثلاثية في شهر 12 برضو 2017، يعني بعد أقل من سنة من كلام مع الرئيس. فأوجه الشكر طبعا لسيادة الرئيس وكل مسؤول هنا ساهم في نجاح المحطات دي وتشغيلها بعد المشكلة اللي احنا كنا بنعاني منها دي، وأشكر الرئيس طبعا أن الوعد نفسه توفى. المشروع الذي لاقى متابعة شخصية من الرئيس السيسي تضمن أيضا تنفيذ محطة كيما 3 للمعالجة الثلاثية بطاقة 35,000 متر مكعب يوميا لاستيعاب أي صرف مستقبلي بتكلفة قاربت 235 مليون جنيه. ده الفضل اللي فوق الوعد، دي محطة كيما 3 دي مصممة مش لدلوقتي، لا دي تستوعب لحد 30 ل50 سنة قدام. تمام، فدي محطة كيما 3 معالجة ثلاثية برضو، فأنا بوجه برضو الشكر لسيادة الرئيس عليها وربنا يقدره كده على إقامة العدل بإذن الله في البلد. هذه هي النتيجة في النهاية بعد إجراء الاختبارات والتحاليل، مياه نظيفة بعد معالجتها في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه والاستغلال الأمثل للموارد بتحويل محطات الصرف الصحي إلى محطات معالجة ثلاثية.